الخير واجهت الحرب بالفن وأطلقت ومضة أمل في عز الفاجعة. فالشابة التي حملها حلمها وحيدة من قريتها إلى دمشق، ممسوسة بشغف المسرح، مسكونة بجن التمثيل، حين تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية لم يجرفها التيار التجاري ولا استهوتها الشهرة العاجلة والانتشار السريع عبر شاشة التلفزيون. وما أن اندلعت الأحداث المأساوية في بلدها حتى نزلت إلى الشارع بين الناس محاولة بث شيء من الفرح في القلوب والدهشة على الوجوه، مقدمة تجربة لعلها الأولى من نوعها في مسرحنا العربي، مؤكدة أن للفن دوره وللفنان مسؤوليته في اللحظات الحرجة من حياة الشعوب والأوطان. بيت القصيد، بيت المبدعين العرب المنحاز للتجارب الجديدة والوجوه الشابة، يسعد باستقبال الممثلة والمسرحية السورية نغم ناعسي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ. شكرا كثير على هاي المقدمة، ما بستحقها يعني. لا بستحقها أكثر. شكرا كثير. الله يخليك. اسمحي لي بالبداية أسألك، شو هو الحلم اللي حملك من قرية بسنادة بريف اللاذقية إلى دمشق، هيك شاب شغوفي بالمسرح وبالتمثيل؟ هو حلم الطفولة صراحة. نعم. يعني كان كنت أنا قلد بالبيت كتير، قلد شخصيات من العائلة من القرية، وكان في هذا الدافع كتير من قبل الأهل، يعني كان دائما في تشجيع صراحة. أما يعني مين مشي فيه على هذا الطريق هو أختي عبير، يعني هي اللي كانت السبب بأنه أخذتني بإيدي على المعهد العالي ودربتني على المونولوج، دربتني على الشيء المطلوب يعني للاختبار. وشقيت طريقي. شو كانت تعمل أختك عبير؟ عبير صحفية. نعم. ومقيمة كانت. هي كانت مقيمة بدمشق، كانت سنة تانية صحافة، وكانت دائما يعني على تواصل معي دائم بمسرحيات. نعم. بشو لازم اقرا. قد ايه كان عمرك لما جيتي على دمشق؟ 18. خلص بكالوريا واجيت. نعم. ما طولتي بالك ابدا يعني. فوراً. كان في 1400 متقدم يعني، اخذوا 14 بدوري، فهذا كمان انجاز. نعم. كنت من بين ال 14؟ كنت من بين ال 14. ايه. 1400 على دوري، يعني 14 قد ايه؟ واحد يعني بالمية تقريبا. اقوياء. كيف كان اللقاء، لقاء الفتاة يعني الريفية او الساحلية باعتبار اللاذقية قرب البحر مع العاصمة، مع دمشق بكل ما تمثل دمشق بذهن يعني الناس البعاد عنها او اللي عايشين فيها؟ كان في صعوبة كتير كبيرة بالنسبة إلي، انه هذا الشيء اللي الطبيعي او الاصلي اللي بتعيشه بالضيعه بتصطدم فيه. نعم. فعلا بالشام، بهي المعمعه العاصمه، بهدول الشخصيات، هدول الناس اللي بتلتقي فيهم، ما بتكون بتعرف انه انت رح تلتقي مع شخصيات فنيه يعني. نعم. مع اساتذه كبار مثل الاستاذ فايز قزق، مثل الاستاذ الدكتور سامر عمران، يعني هدول اساتذه كانوا بالمعهد، كان لهم رهبه ووزن. نعم. تماما. فاكيد يعني كانت الرهبه الاولى هي وقت اللي قدمت يعني اول. نعم. ما دخلت على المعهد، حتى انا قلت للاستاذ فايز انا من بسناده، هو حمل حاله. نعم. وطلع برات اللجنه يعني، لانه من نفس القريه وما رضي انه يكون انه انا رح اكون دور واسطه يعني، ما بدي يكون انا واسطتك بالمعهد اذا انت هيك مفكره يعني. وانا ما كنت مفكره شيء، كنت انا اخذه حامله موهبتي مثل ما بيقولوا، وفعلا اشتغلت على هذا الشيء، حطيت كل طاقتي وارادتي لحتى احصل على هذا المكان. كان في صعوبات كثير صراحه، حتى بالسنه الاولى يعني كان صعب بالنسبه لي انه انا ابتعد عن اهلي، انه اتعرف على ناس غربة عن القريه يعني مثل ما بيقولوا، بس اشتغلت على حالي طبعا. طبعا رح نحكي أكثر عن تجربتك، ولكن خلينا نروح برفقتك ورفقة زميلتنا يارا أبي حيدر. أوكي. في بعض أمكنة بيروت، المدينة اللي عرضتي فيها ذات يوم. أيه. عمل قراءات مسرحية، عمل مسرحي. صح. خلينا نشوفك بعلامة فارقة ثم نعود. أوكي. إلى الاستوديو.
الإنسان لا يتعلم، الإنسان يتذكر. وأنا بحس إنه أنا نتيجة ذاكرة، نتيجة عائلتي، أصدقائي، نتيجة تجاربي أكيد. يعني هي النغم هي مجموعة نغمات. عم نغم هلا حاليا أنا مع صوت الشط. أنا كثير بسمع موسيقى، يعني أنا حياتي هي عبارة عن موسيقى، يمكن بابا سماني هيك النغم. قل دائما ما تشعر به وافعل ما تفكر فيه، جابرييل غارسيا ماركيز. بحس إنه أنا حقيقية لدرجة إنه بأي جملة بفكر فيها بقولها كون سعيدة إني جاوبت، يعني راسي كبير وتنحق أحياناً عنيدة، بس الشغل هيك بيتطلب لحتى تحقق وجودك ولحتى تحقق الشيء اللي بتفكر فيه بدك تكون واقف على رجليك وثابت، وخاصة بأنك عم تعيش حرب. مهما يتجرح بلدنا بنلم، ولو كنا تلال لال، لكن ما تعودنا نبكي وننوب على الأطلال. لما بلشت بمشروع ومضة بال2013 كان بهديك الفترة كتير صعب، يعني واحد انه ينزل على الشارع كان مغامرة هو بالنسبة لنا انه ننزل بهداك الوقت، بس نزلنا وغنينا. بلدنا غنى المحبة، صارت مطواها، صارت المحبة حبة وتكبر بعرفها. ومضة هي نغم الجديدة، هي نقلتني، خلتني كائن آخر، لأنه كان أول مشروع بحياتي أنا بغامر فيه. أهمية أنه تجمعي المسرحيين بمكان واحد هي بحد ذاتها إغناء لثقافة المسرح وتعزيزها وتكريسها يعني. وهو المسرح بالمقابل هو روح الكتلة الجماعية، الشغل، العمل الجماعي بأي مكان بيخلق لك روح. تعال أيها المسرح وأنقذني، الأطفال بالشغل معهم علموني يكون طفل كبير. أي إنسان هو طفل، بس تنكشي بالمحل الحساس بيطلع الطفل اللي جواته. والفنان بالمقابل هو طفل، لأنه الفنان هو بيتخيل بيلعب، والمسرح هو لعب أصلاً، والطفل هو كتلة مسرح، يعني كتلة لعب. أنا خريجة معهد عالي للفنون المسرحية، درست 4 سنوات تمام. وبالمناسبة هو معهد عالي للفنون المسرحية مو تلفزيونية، يعني أنا كل شيء أخذته هو مسرح، فأنا عم أشتغل على هذا الأساس. أما ويني من الدراما، يعني بقول أنا ما في دراما بالبلد يعني صراحة. شوف حالي بعد كم سنة أكاديمية ستيج آرت، بحس إنه شغلي على هذا الحلم حققت أول خطوة فيه، إنه قادرة إني أوصل لهذا المكان، بس عم بشتغل ما بعرف. يمكن دائماً بالنهايات في بدايات جديدة، كل تجربة هي عم تغنيني، فما فيني أقول أنا إنه في إلي بدايات ونهايات، في تراكمات بالحياة بتوصلني للمكان اللي أنا بطمح له، واللي دائماً في هدف محدد يعني بسعاله. رح نعود لكثير من هاي المسائل اللي طرحتيها، ولكن بالأول حضرتك دفعة 2008 متخرجتي من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. عادة لكل دفعة أو لكل مرحلة هيك سمات أو علامات فارقة، شو اللي بيميز دفعتك؟ مين مثلاً من الفنانين المعروفين اليوم كانوا زملائك؟ يعني نحن الدفعة عنا ما اتجهت اتجاه نجومية صراحة، يعني كتير قليل. في ناس نزلوا لعنا من غير دفعات، مثل مهيار خطبور، مثل نجلة خمري، ميسون أسعد، يعني في أسماء هي
موجودة على أرض الواقع، يعني عم يشتغلوا بالدراما، بس دفعتنا كل حدا سافر على مكان اتجه واختار خياره بالحياة، يعني إما سينما إما تكملة دراسة مسرحية برات البلد، يعني فدفعتنا ما إلى سيما هيك مشتتين يعني. فكرتي بلحظة من لحظات، خصوصا أنه يعني بعد تخرجكم بفترة قليلة، يعني بسنوات قليلة اندلعت يعني الأحداث بسوريا، حروب طاحنة، كل يعني ما تعيشينه وتعرفينه أكثر مني، فكرت بلحظة من لحظات بالهجرة، بالسفر، بمغادرة دمشق؟ أنا هاجرت للداخل. نعم. لداخل حلو. حالي يعني بأي معنى؟ يعني بمعنى أنه أنا قعدت مع حالي. نعم. وهاجرت للأشياء، لمشاعري، لوين أخذتني، أخذتني لمشروع ومضة اللي حكيت عنه. نعم. هلأ من شوي، يعني قلت أنه طبعاً أنا كان في عندي خيارات أني أنا سافر، وحتى كان في بعثة يعني. نعم. من الدولة يعني أني أطلع وكمل دراسة إخراج، بس أنا ما كنت لاقي حالي بهذا المكان صراحةً، فاخترت أني أبقى بالبلد وأشتغل الأشياء اللي أنا بحبها، يعني أني أشتغل مع الأطفال، أشتغل مع منظمات، مع جمعيات، أطور آلية التفكير بالمسرح. نعم. التفاعلي تحديداً يعني، واشتغلت على هذا الأساس ولقيت حالي فيه، يعني لقيت إذا بدك جانب لسه عم لاقي حالي. نعم. أكثر. خلينا نحكي عن ومضة بالبداية، شو هو مشروع ومضة؟ مشروع ومضة هو انطلق، كان نتيجة ورشة عمل مع. نعم. كنت عم بشتغل أنا مع جمعية هي لمرضى التلاسيميا. نعم. وهو كانت مثل ورشة عمل عن المسرح الخفي يعني معهم بقلب المشفى. نعم. فكان مطلوب منهم هنن أنهم يقدموا أشياء بتخصهم، يعني عن الأشياء اللي عم يعيشوها خلال الحرب، فكتبوا سيناريو خلال هذا فترة التدريب، يعني طلع معنا مثل نص صغير هيك. نعم. مسرحي، وقدمناه يعني ضمن المصعد المشفى، فأنا تخيلت أنه المصعد هو ستارة المسرح، يفتح بلحظة. نعم. وبنعمل هذا الفلاش موب، وهو من هون إجا فكرة ومضة. بعدين نزلتوا على الشارع. تماماً، أنا حسيت أنه من هي اللحظة أنه كتير ممكن يصير في شيء حلو، يعني ليش ما منكبر هذا الشيء، ليش ما منوسعه يعني. وأنا بحب المغامرة، يعني بحب أني قاتل. وبهذيك الفترة بتذكر بال 2013 كانت أسوأ مرحلة بسوريا. نعم. يعني من القذائف والتفجيرات والهي، بس أنا إجيت لمجموعة من الشباب هنن أصدقاء بالمعهد العالي، وأنه شباب أنا في هذا المشروع حابة أنه أقدمه، وما كان في هيك شيء بسوريا أبداً يعني. نعم. صاير من قبل. مسرح بالشارع، هو مسرح شارع، بتفاجئوا الناس بعرض تماماً. هذا مسرح خفي بيسموه. نعم. يعني تمام. في تجارب سابقة بسوريا لهذا النوع؟ لا، ما كان في شيء اسمه العربي. موسيقى على الطريق، بس لا، كان موسيقى على الطريق شيء ثاني، غير شيء مختلف. أما نحن عم نحكي عن تمثيل، بس برا كان في هيك شيء أكيد. نعم. يعني برا ويسمى الفلاش موب يعني. برا بعرف بالغرب، بسوريا لا ما كان. بالعالم العربي، بسوريا هو حلاوته مشروع ومضة إنه غير إنه فلاش موب يعني، كان بالحرب يعني. نعم. إنه مين كان قادر أصلاً بهديك اللحظات إنه ينزل ويغني ويعزف موسيقى والعالم عم تموت يعني. هذا السؤال إنه قد البعض يراها من ناحية سلبية. صح. إنه بمعنى قصف، سيارات مفخخة، حرب وشهداء وضحايا، إنه مين باله بالغناء وبالتمثيل وبالعزف الموسيقى بالشارع؟ يعني بدك تشوف الرأيين يعني، في. نعم. الرأي السلبي والرأي الإيجابي. نعم. نحن وقت كنا ننزل على الشارع كان كثير في ردود فعل سيئة، مو سيئة يعني، يمرقوا ناس ما يعبرونا، لا مبالي أبدا. أما في ناس كتير تفاعلت، وفي فيديوهات بتأثبت يعني قديش كان في تفاعل مع معنا يعني. جزء منها، بس سؤالي هو هذا هدفه، عفوا أستاذ زاهي. نعم. المسرح الخفي تحديدا يعني هو مشاركة تفاعل الجمهور معك، يعني مشاركته بهي اللعبة، يعني كيف بيحسسك أنه هو عم يصنع شيء تاني مختلف. نعم. على أرض الواقع، عن الومضة اللي عم تصير، عم يصير في ومضة تانية هي من قبل. طيب. الناس شو بدي باللامبالين اللي يمكن همومهم يعني أكيد طبعاً. أكبر بالنهاية نحن عنا هموم كمان طبعاً. مثل ما طبعاً. بيقولوا، بس نحن عم نشتغل شيء فني، بس نتفاعلوا بالضبط يعني. الناس كيف كان تفاعل الشارع معكم من الناحية الإيجابية؟ من الناحية الإيجابية كان في مشاركة بالومضات، يعني كان في ناس عم تغني معنا، عم صار في تقبل العالم. نحن نزلنا هذا الشيء على اليوتيوب،
فكانوا عم يطالبونا اكثر انه نحن ننزل ونعمل اشياء، وعلى هذا الاساس اصلا صار في ومضات ثانيه، لانه الومضه هي مجموعه شباب عم نشتغل نحن، لا نتابع على جهه حكومية أو لأي جهة يعني، لا على التعيين، وكان تمويله شخصي مني أنا يعني، شاي قهوة هي الشغلات يعني البسيطة. بس كنتوا تنقلوا أدوات يعني، كنا ننقل أدوات قطع يعني موسيقى. أشياء أبسط من هيك يعني الأدوات الموسيقية، بس إيه بومضة كيماوية نحن نقلنا كونتر باس وتشيلو يعني، كانوا بقلب محلات يعني بالحمرة، بشارع الحمرة نحطهم بقلب المحلات، وفجأة بهي اللحظة بالحمرة الدمشقي، بحمرة الدمشقية تماما. هي تشيرت على فكرة، مشروع ومضة تشير ومضة كيماوية يعني في صفحة خاصة ببيروت تشيرت وجابت 2 مليون مشاهدة تقريبا، وفكروا الناس انه هي معمولة بشارع الحمرة ببيروت تماما. على كل حال كله ومضات يعني. عواصم عربية وعواصم عربية مهمومة موجوعة للأسف بهالمرحلة. وحضرتك غنيتي يعني معهم، شو كان دورك بال لا انا كنت عم دير هذا الشيء يعني، بس انا في منهم يعني ومضات انا ألفت المواويل المواويل والأغاني كانت، لا كانت أغاني معروفة مثل كلمة حلوة وكلمتين ولا موطني ولا مهما يتجرح بلدنا، هدون كلهم أغاني كان يعني الشاب. المواويل شو بتقول؟ مثلا بكينا بكينا يا شام دخلك شفينا، يعني هلا عم ترجعني كثير لورا 2013. الغايتك حضرتك يعني لما بلشتي هالمشروع نزلتي على الشارع، شو اللي بدك اياه؟ شو اللي متوقعتي من هذا العمل؟ انا كان اول شيء بدي اشوف نغم شو قادره تعمل كمسرحيه وكخطوه اولى بحياتي المهنيه، انه انا قادره اساوي شيء في مغامره بهذا الوقت، بيكسر الخوف، بيكسر الروتين عند العالم، خليني اجرب. فرحت على هي التجربة بأقصى ما عندي، وأنا برأيي أني أنا نجحت ب10% يمكن، ما بعرف، أو 50% ما بعرف. كل شيء في بلادنا يسيس يعني، بمعنى البعض ينظر إلى الأمور دائما من الزاوية اللي هو واقف فيها. واجهتكم مسألة يعني الخلفيات السياسية؟ أكيد طبعا، يعني بتعرف بهذيك المرحلة كان في كتير توجهات للناس يعني، وخاصة أنه إن إحنا موجودين بقلب البلد، مجرد وجودك بقلب البلد وأنك أنت عم تدافع يعني بفنك عن البلد، فأنت تابع لجهة ما يعني. أنا ما وقفت عند هذا الشيء يعني، كان دائما حاطة الهدف الأساسي هو العمل، المسرح قديش قادر يغير ويعمل نقلة نوعية بحياة العالم، قديش نغم قادرة كفناني تعمل هذا الشيء، فأنا عملته للآخر. ويعني صراحة ما خفت يعني، مين بده يقول أنا لأي جهة تابعة، لأنه أنا تابعة لجهة البني آدم يعني بالنهاية، والبني آدم هو أسمى شيء بالحياة. كرم المشروع يعني أصداء هالمشروع اللي اسمه ومضة، المسرح الخفي في الشارع، في شوارع دمشق في زمن الحرب، كرم في الشارقة تمام، وكرم أيضا في مصر، في مصر من خلال فيديو تماما. في المخرج عمرو علي عمل مثل فيلم تسجيلي عن مشروع ومضة تمام، وهذا الفيلم كان هو مثل مشروع تخرجه يعني، شارك بمهرجان القاهرة السينمائي وأخذ جائزة يوسف شاهين كأفضل فيلم تسجيلي بالقاهرة. يعني هذا شيء أكيد كتير حلو، لأنه ومضة طلع أستاذ زاهي من لا شيء يعني، مجموعة شباب حابين يقدموا شيء للبلد تمام، بقلبهم وبموسيقتهم وبتمثيلهم وبفرحهم يعني تمام، وبدهم بس يعملوا فرح عند العالم يعني، بغض النظر أنه العالم عايشة هي المآسي يعني، وكلنا بالنهاية ما في حدا من الشباب غير ما خسر حدا بعيلته يعني، فهذا الفرح يلي تشكل عند الناس من خلال مشروع ومضة، هذا جزء بسيط قدمناه نحن خلال الحرب يعني، هي كمان مقاومة بالنهاية طبعا. كرم المشروع بسوريا أو قدر على المستوى الرسمي يعني؟ لا
نعم لا. وزارة الثقافة لا لا أبدا يعني حكومية ما إعلاميا كان في اهتمام طبعا يعني أكيد يعني في جهات كتير عملت معنا لقاءات صحفية ونحكى كتير عن المشروع يعني نعم. بالتلفزيون بس ويانا بعد 5 سنين عم نحكي عنه لأنه ترك أثر أنا صرت هلا بمرحلة تانية نعم يعني أنا هلا اليوم بقول أنا أكيد مثلا مشروع ومضة بالشكل يلي تقدم فيه ما عاد أنا بقدر أقدمه هلا بهذا الشكل يعني لازم أنا أطور الأفكار باتجاه أفضل رح نحكي عن أفكارك الجديدة مشاريعك وشو أوكي. اللي عم تعمليه حاليا ولكن بعد ما نتوقف مع موجز إخباري سريع نتابع بيت القصيد لكن رح نرجع من حرايق وهدمت المدافع رح نرجع من شوارع حتى مشهد من ومضة المشروع اللي حكينا عنه قبل الموجز أول شيء حسيتك هيك عم بتتابعيه بتأثر ايه تذكرت تعبنا كتير أستاذ زاهي على هذا الشغل البسيط قديش هيك نعم. بس شو بيفرق هيدا عن الموسيقى بالشارع يعني انه نحن عم نحكي عن مسرح خفي هون شفنا غنى وعزف تمام اللي بيفرق انه اول شيء في حس المغامره يلي نعم. هو غير مجهز يعني هو مانو عارض عم تقول انت للعالم في عرض بهي الساعه نعم. الفلانيه انت عم تنزل على الشارع ممكن كمان الحرب هذا الفرق نعم. فرق انه حرب يعني عم بتقدم بالشارع يعني هي لحالها علامه فارقه نعم. هل حدث انه احد ما من الماره من الناس يعني مثلا اشترك معكم هيك من تلقاء نفسه ايه او قرب يغني شارك في مره بالفيديو بومضه كنا عم نقدم بالصالحيه نعم بتشارك وعم تقول قولوا تعيشي يا بلدي وهيك موجوده بالفيديو تبع الومضه الاولى كان في احساس هيك دائما انه اي حدا ممكن يجي وينزع على الومضه يعني كنت انا عندي خوف من هي القصه بس صراحه لا تفاعل العالم كان رهيب بالنسبه لي خلق عندي كثير اشياء طيب قوه انطلاقا من هالتجربه مواجهه الحروب والتطرف والعنف بالفن بالادب ممكن يعني تفعل شيء تؤثر هذه الأمور أنت برأيك هذا الشيء فعل شيء ما؟ لا شو بدي برأيي أنا أكيد لا قصدي أنا ممكن أحد ما
يقول لك يعني انتوا وين والدنيا وين يعني. أكيد. بالوقت اللي عم يسقط شهداء وضحايا بس هذا باي مجال موجود. بس نعم. الفن اليوم هو هدفه هدفه انه الناس تتاثر، يعمل شيء عند هدول الناس، تمام. وهدف الفن انه هو يطور اليه التفكير اللي دائما بيمشي عليها الناس، بيفكروا اشياء عن المسرح مختلفه، اشياء عن الفن. في وجهه نظر دائما عن الفن هي ما منيحه صراحه. فانت لتغير وجهه النظر بدك تشتغل خطوه بخطوه، واكيد ما فينا نغير التغيير الكبير دغري يعني مثل ما بيقولوا، بدنا نمشي خطوه خطوه، وهذا كان خطوه من خطواتي يعني، من خطواتي الاولى مثل ما بيقولوا. وكان حدا يجي يحكي مثلا بعد العرض او بعد ما تقدموا هالشيء يقولوا لكم ارائهم انطباعاتهم انطباعات عن الشيء اللي يعني اللي عم تعملوه؟ هلا الانطباعات مثل ما قلت لك كان بمحل من المحلات هي ايجابيه، تمام. نعم. السلبيه كانت انه نحن تهددنا كذا مره يعني انه ما بصير. نعم. تنزلوا على الشارع، ما بنعرف مين هي الجهات يعني، بس. نعم. انه انتم شو عم تعملوا بهي المعمعه وهي مسخره يعني. نعم. وهذا الحكي اللي ما له طعمه يعني، اذا بدك تاخذ بهذا الحكي بتضل قاعد بالبيت. ونحن ما بدنا انه نضل قاعدين بالبيت، نحن اليوم دورنا مقاومتنا هي المقاومه الفنيه مثل ما بيقولوا يعني، ودورنا كفنانين انه نقدم حالنا كما نحن عليه يعني. نحن عنا درسنا هدول الاربع سنوات مسرح، استفدنا من هي الخبره، فعلينا انه نطبقها. درستي ودرستي بال درست اربع سنوات كمان درست يعني مقابل الأربعة اللي درستيهم درستي أربع سنوات. اليوم بما نحن عم نحكي عن الفن والمسرح والتمثيل، اللي طاغي على السطح ببلادنا هو نوع آخر من الفن. صح. يعني الفن خلينا نقول الترفيهي حتى ما نستعمل يعني تعابير تانية، نقول كمان الفن التجاري وفي فن استهلاكي ومبتذل وإلى آخره. هذا الفن، الفن الجاد، الفن العميق، الفن اللي بده يحكي مع الإنسان يقول له شيء يغير بحياته شيء، له جمهور، له ناس؟ أكيد له ناس يعني. أنت نعم. بتتفاجأ اليوم بكمية العالم يلي صارت وجهة نظر، أو خليني ما أقول العالم، خليني أقول الطلاب، كونه أنا دربت أربع سنوات طلاب. نعم. متقدمين المعهد اليوم، كان رغم الحرب كان يجي ناس كتير من المحافظات يعني. اليوم في عالم مع أهالية ما بتتقبل إن هي تدرس تمثيل. نعم. مثلا سواء شباب ولا بنات لحد اليوم، لحد اليوم أكيد بتلاقي هذا الجانب عند بعض الناس يعني، أو إنه وين رايحة أنت بدك تدرسي تمثيل، هذا التمثيل ما بيطعمي خبز ما بي يعني من هذا الشكل، أو إنه الوسط هذا السيء أو السمعة السيئة يعني إنه أنت كفنان. طيب هي الدراسة الأربع سنوات اللي أنت بدك تدرسها مع بهذا المكان اللي يفترض هو عم يقدم خيرة نجوم البلد، تمام، فيفترض هو عم يقدم مادة فنية صحيحة، يفترض هدول العالم يقتنعوا، تمام. فهو خلال الحرب الناس مو بس اقتنعت بفكرة انه نحن قبلانين انه اولادنا يطلعوا ويمثلوا ويطلعوا من محافظة لتانية يعني. اليوم حدا يبعث ابنه من اللاذقية على الشام، هي لحالها مغامرة. نعم. فهذا التقبل اكيد كان موجود يعني صراحه، وانا حاسسته عم تتغير اليه التفكير. نعم. تجاهه. كيف بتشوفي اثر الحرب السوريه على النص الابداعي بسوريا يعني، سواء كان مسرح، دراما، شعر وروايه الى اخره، بس بمجالك انا يعني ما بدي وسع البكار كثير، انا رايك بال يعني خلال علامه فارقه بالدراما شوي يعني قاسي انه عم تعتبري انه الاعمال اللي قدمت ما لها علاقه بالواقع، مع يعني انه الدراما في اعمال قدمت ما لها علاقه بالواقع صراحه. يعني انا بشوف اليوم كثير ناس ممثلين ما لهم علاقه بالمهنه، انا عم شوفهم على التلفزيون، هن لانهم دارسين ومجرد شكل يعني يقدم، ولهيك يمكن انا عندي رده فعل، انا ما بدي اقول انه انا الصح، بس اليوم بشوف اكيد الدراما السوريه في محل من المحلات اكيد عم تلعب دور يعني. نعم. بس حسب مين هو المخرج، حسب شو هي آلية التفكير، حسب شو النص اللي عم يتقدم. اليوم مثلا صار في تغيير كثير على الصعيد المسرحي خلال فتره الحرب، 8 سنوات في شباب كثير على ابوا على وجه المسرح السوري ما كنا نسمع فيهم. نعم. يعني اليوم قدموا تجارب فرديه، عم ياخذوا تمويلها من مؤسسات ثقافيه، مو من وزاره الثقافه مثلا. نعم. وعملت
نقلة نوعية بالمسرح السوري كمان. مثلا هذا الشيء أنا بالنسبة إلي أهم من أنه أنا أشتغل بالتلفزيون مثل ما قلت يعني، أما إله أهميته وإله ناسه، وأنا ما عم قلل من قيمة أي حدا، مع الاحترام للجميع يعني، بس أنا بشوف حالي بمكان آخر. شوفي أنا وجهة نظري أنه مثلا سابقا كنا نشوف بالمسرح السوري بالأعمال الكوميدية مع دوريد لحام ومحمد الماغوط وهالجيل، كنا نشوف يعني اقتراب من الواقع، نقد صراحة هيك بمقاربة الأمور، بينما بالدراما التلفزيونية خصوصا الأعمال صار في تقييد، صار في ايه يعني كلاشيهات معينة. هاد بيلعب دوره النص مثل ما قلت، النص اللي عم يتقدم وفي عفوا، بس سؤالي هو انه بخلال الحرب كأن الدراما السورية قربت أكثر من الواقع السوري، تقدم كثير أعمال يعني على خلفية الفاجعة السورية أو ما فينا بشكل مباشر. اوكي، لانه ما بيقدروا اصلا يطلعوا من هذا الواقع اليوم. على الفنان انه هو يلامس واقعه، يعني انت تفوت على المجتمع على اي مجتمع، مو بس على المجتمع السوري، تفوت الى داخله تعرف. حضرتك اتهمتيها للدراما السورية بانها يعني ما لها علاقه بالواقع. لا انا ما عم اقول الدراما السوريه الدراما، يعني قلت لك صنفت انا بس ما بعرف في شيء بالدراما السوريه منيح حسب المخرج وحسب النص. أما في شيء اليوم عم يتقدم بالدراما السورية هو سخيف ولا يمس للواقع بصرة صراحة، مو بس بالدراما السورية، بالدراما العربية بشكل عام عموماً. أكيد. طب شو السبب؟ هل هو عدم وجود نصوص لها قيمة؟ وهذا مستبعد لأنه أكيد في نصوص لها قيمة. في شباب اليوم قاعدين بالبيت، في شباب مبدعين. هل هو المنتج مثلا صاحب المال يعني لا يريد أن يقدم أعمال؟ يعني المنتج أول شيء بيلعب دور كتير كبير، تمام. وثاني شيء المادة اللي عم تتقدم صراحة أو النص وقت اللي عم يتقدم لشركة الإنتاج إنه هذا إله سوق، يعني هذا اليوم أنا المرأة الحلوة الجذابة بتجيب القتل وسلاح بيجيب مشاهدة أعلى، فيلا بنسوقه. يعني أنا لهيك ضد هذا، ولو كان إنه هو بيمس الواقع برأيهم، بس أنا ما بشوفه قريب أبداً. اليوم في أمور كتير بالحرب وفي قصص أنا بسمعها من طلابي خلال التدريبات والتدريبات المسرحية، في قصص بتشيب شعر الراس، يعني مثل ما بيقولوا إنه بتنكتب نصوص عن 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 قصص الشباب اللي عم تصير، وقصص واقعية هي صارت بقلب الحرب، وين نحن ما عم نشوفها على بالتلفزيون لأنه نحن عشناها يعني. طيب هل فينا نقول يعني انطلاقا من هيك مقولة رب ضارة نافعة إنه هذه الحرب هذه المأساة كل ما جرى نضج، يعني جعل الإنسان السوري بشكل عام ولكن المبدع السوري بشكل خاص كونه عم نحكي هون عن الفن والثقافة ربما أكثر نضجا بمقاربة الأمور؟ يعني دائما المآسي تخلق تخلق، وهذا مرجع سؤالي الحقيقة. بالضبط. إيه؟ المعاناة دائما بتخلق لك شيء. يعني أنا من الناس يلي أعانوا خلال فترة الحرب 8 سنوات، سواء بمشروع ومضى ولا بشغلي حاليا بمركز ستيج أرت. هذا الشيء خلق لي حلول لشخصيتي، حلول للشخصية المهنية عم بحكي هلا، إنه نغم كيف بتفكر، آلية تفكيرها كيف بالشغل، كيف لازم تكون موقعة بالشغل، كيف لازم تقدم، شو هي الأفكار اللي البناءة اللي بتخدم هدول الشباب لحتى هي تنقل وجهة نظرة الصحيحة. هذا كله إجا شو نتيجة تراكم معاناة. طيب حضرتك يعني ما انخرطتي باللعبة التلفزيونية، لك مشاركات بس ما رحتي بهالاتجاه، هل كان خيار واعي يعني قرار مع سبق الأسرار ولا الأمور أخذتك؟ لا أبدا ما كان إنه أنا قرار إني أنا قررت، بس دائما كانت تتقدم لي نصوص أنا ما أشوف حالي إني لاقي نغم فيها أو إنه بتقدم لنغم. يعني الشيء اللي جواتي اليوم هو يعني كتير كبير وكتير يعني أنا لازم إني أحكي، أنا عم بحكي من خلال شغلي بالمسرح، فلهيك لقيت حالي هون. ما كانت عم يجي خيارات. بس تعرفي يقال دائما بعالم التمثيل إنه الممثل بيعيش مرحلتين بحياته، بحياته المهنية. في مرحلة الانتشار اللي بيقبل فيها أحيانا نصوص وأعمال
يمكن مش مقتنع 100%، ولكن حتى يوصل للجمهور العريض، ثم بعدين تأتي مرحلة بسموها الاختيار. أنا ما حبيت الشهرة. دغري فتي بالاختيار حضرتك يعني. أنا يعني ما كتير بحب الشهرة، أحس أنا يعني الشهرة هي تحصيل حاصل، يعني هي بتجي مع الوقت. أنا بالنسبة إلي يعني أي شغل هو عم يفيد أو بناء أو عم يعطي شيء للآخر هو شهرة لنا. يعني من خلال التمثيل والمسرح والدراسة اللي عملتيها ما كان الشهرة أحد الأهداف؟ أبداً ما كنت أنا شو فكر. كان لكن ليه بدك تعملي ممثلة؟ في أنا رح أعمل ممثلة مسرحية. أي. يعني ما لأنه أول شيء كان هدفي أنا أشتغل مشاريع فنية صراحة. وأنا اشتغلت على هذا الأساس، يعني بنيت حياتي العملية ولا التدريبات يلي قمت فيها مع الجمعيات ولا بالمسرح التفاعلي، أنا كنت حاببته لهذا الشغل. وبالمقابل كان عم يجيني الشغل يلي له علاقة بالدراما السورية، ما كنت عم بقرأ، ما كنت عم حب، فما كنت عم لاقي. وتطور الزمن، يعني مشي الزمن ونغم عم تكبر بهذا الشيء. فنغم كانت عم تلاقي حالها أكثر بالمسرح وبقيادة المشاريع الفنية أكثر من أني أنا. بس ليه بتحكي عن حالك بصيغة يعني الآخر؟ أنه نغم ليش منطولي أنا؟ لأنه بحس حالي مجموعة شخصيات. نعم. يعني أنا قلت بالتقرير إنه أنا نغمات، يعني ماني نغم واحدة، لأنه الممثل هو 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 الكاذب، هو الشرير، هو الخاين، هو هو المبتسم، هو هو كل شيء. فأنا بحس حالي بجمع كل هدول. ما بيتصادموا يعني لما يكون لا بقدر أنا كممثلة قيسة صح مثل ما بيقولوا، تعملي توازن بين كل هالحالات اللي ممكن تعيشيها. بعمل توازن بنفس الوقت، باللحظة اللي أنا بدي أعمل دور أنا بعرف وين الشخصية اللي لازم تلعب نغم، أو إنه وين هي كاملة. يعني أنا هلأ قاعدة معك شخصية، وقت اللي أنا بكون عم درب شخصية أخرى. يعني هيك بس كلنا هيك أكيد. يعني طبعا كلنا. أنا اليوم قبالك شخص، بس هذا قديش ممكن تستفيد منه على صعيد التمثيل، هو هذا الفرق أنا اللي عم أقوله. يعني بالتمثيل اليوم وقت اللي بدي أنا كتير بستفيد من هاي الشخصيات، حتى من هاي الشخصية اللي قاعدة حاليا. أهلا وسهلا فيك، اسمحي لنا نتوقف مع استراحة سريعة ثم نتابع بيت القصيدة. جميل ومؤثر، يعني بنتمنى طبعا يعني هذا الكلام مشهد من وامضة. المرحوم نضال سيجري الله يرحمه، تحية كان لنضال سيجري. وهذا الكلام هو كان كلامه، كان كلامه يكتب استطلاعات على الفيسبوك، وانا عملتهم كمونولوج وقدموه. تحية لروح نضال سيجري هالفنان المبدع، للأسف خسرناه قبل. هي على فكرة أستاذ زاهي قدام بيته للأستاذ نضال. قدام بيته كانت زوجته حاضرة هي الومضة.
يرحمه. بتعرفي انا بتمنى يجي وقت نصير نشوف بالمدن العربيه كيف بنشوف باوروبا مثلا وبمدن الغرب موسيقيين بالشارع عم يعزفوا. انا عاد كان هدفي بس ما قدرت. عروض وبياخذوا اجر يعني بتعرفي كل حدا من اللي بيوقف ويتفرج بيترك يعني مشروع الومضه كان لازم يكون يوميا على ارض الواقع السوري سواء كان بفتره الحرب ولا هلا ما بصير يتوقف هيك شغل. هذا الشغل لانه كثير عمل بيعمل اثر حتى لقدام المستقبل عم تحرك الشارع يعني في اكثر من انه انت عم تحرك الشارع السوري عم تخليه يشعر انه في ناس عم تغني ومبسوطه لا واضح قد ايه الناس عم تتفرج وعم تسمع طب ليه ما استمريتي يعني شو المانع يستمر هذا صراحه هو انه ما كان في تمويل يعني هذا السبب الرئيسي اللي ما خلانا لو هلا حدا عم بيشوفنا وقادر منتج او متمول او وعرض عليك انك تعيدي يعني عيد نفس الشيء ما بظن مش نفس الشيء بس انه اكيد اني طور هذا الشيء الشارع يعني طبعاً. الشارع السوري والشارع العربي عموما بيحتاج لشيء هيك يخفف وطأة هذا الشارع وطأة العنف صح. والوجع والازدحام واللهاف خلف لقمة العيش شوي الموسيقى بتريح بتهدي الروح التمثيل يعني كل هذه أي شيء بيعمل فرق صح. ونحن أنا بقول أنا نحن ما منحلل أحلام العالم نحن نخلق للعالم حلم جديد دائما يعني ومضى كان فعلا الدافع للأحلام الجديدة يعني ولهيك لازم يتابع هذا المشروع التمويل هو أكيد اليوم أكيد بيفيد بمحل من لأنه ما في كمان الفنان العربي المبدع العربي ضل قاعد يعني ببيته ما حدا بيشتغل معك أصلا وينق إنه الناس ما عم تجي والناس ما عم تشوف روح لعند الناس بالضبط روح لعند الناس ابذل جهد أنا رحت لعند الناس كتير للموسيقيين وقلت لهم تعوا وافقوا بس بيوافقوا معك مرة واثنين وثلاثة بس اليوم حتى الموسيقي أو أي فنان يعني بده يعيش بده يعيش طبعا بده يشتغل بده يطلع أجره قبل ما أتابع أسئلتي خلينا نسمع شهادة بتجربتك من يعني المخرج والفنان والأستاذ حاليا في المعهد العالي للفنون المسرحية الأستاذ سامر عمران اللي كان يوما ما مدير المعهد مش هيك كان عميد المعهد العالي عميد المعهد وأستاذي وحبيب قلبي نسمعه سوا بكلام يوصل يعني نغم قريبة من الناس قريبة من الآخرين مننا كلنا قريبة على القلب هيك طبيعتها لنغم هيك نوعيتها لنغم دخلت على المعهد المسرحي كممثلة باعتقادي كانت ممتازة جدا تمتلك خصوصية لها علاقة بالكوميديا أنا أعتقد بأنه تمتلك إمكانيات كوميدية ماني أكيد أنه هي أخذت الفرصة بانتظار تأخذ هيك فرصة لأنه أنا متأكد بأنه يعني هي كوميديان خاص ونحن بنعرف انه هذا نادر يعني ممكن كثير يكون في ممثلين يعني بالعموم لكن الكوميديان اقل نادر وجوده انا باعتقادي انه تمتلك هي الخصوصيه نغم وامل انه تاخذ فرصه فيه هلا هذا بما يخص بعملها بعد ما تخرجت من المعهد بالواقع عملت اكثر من شغله كثير كويسين حلوين اذا كان بالسينما ولا بغير السينما بالمسرح الوقت اللي كان في صعوبات جمة استطعت تساوي مشروع له علاقة بنوع من المسرح التفاعلي ساوت هيك تجارب العلاقة بالناس بعزف موسيقى بنفس اللحظة مرتجل مع العالم أنا أعتقد أنه كان مشروع ممتاز جدا أسست له هيك نواة لمدرسة صغيرة خاصة تعمل فيها تعليم من الأطفال للشباب اليافعين يعني للكبار أنا أعتقد أنه هذا هو المشروع الأهم على المستوى البعيد على المستوى الاستراتيجي أمل أنه هذا يكبر والنبتة الصغيرة تصير شجرة بيوم من الأيام نغم متنوعة الإمكانيات كممثلة وهلأ كقائدة مشروع أو عم تقود مشروع أنا أمل أنه يعني هاي المشاريع كلياتها يلي كنت أعتقد بأنه من اللحظة اللي بعرفها فيها أنا غالب أنه هي رح تساويها في يوم لأيام لو يعني كلفوكي هيك بمهام أنك تكوني رأس الهرم في مكان مثل المعهد العالي للفنون المسرحية باعتقادك شو الشيء المباشر لازم تساوي للارتقاء بهذا المكان على المستوى
المباشر السريع وعلى المستوى الاستراتيجي يعني لبعد 5 سنوات أو أكثر من هيك. شكرا للأستاذ سامر عمران، تفضل. شهادة جميلة بحقك. أول وسؤال أستاذي وصديقي والأب الروحي مثل ما بيقولوا، وهو يعني أكثر حدا علمني، تعلمت منه كثير للدكتور سامر، تعلمت منه أصالة المهنة صراحة، ولهيك أنا هلأ عم بنقله. إذا بدي جاوب على سؤاله بقول أنا أول شغلة بعملها بكتشف نواة الأشخاص الحقيقيين، لأنه ما في حدا إذا كان منه حقيقي بيقدر يعمل شيء بمكان مثل المعهد العالي. لازم تكون حقيقي كتير وتمتلك الروح الفنية والمسرحية، ودائما يعني تجيب الشباب لهذا المكان لحتى يضخوا طاقتهم مثل ما بيقولوا. الشباب اليوم كتير، في شباب ما عم يشتغلوا بس هن عندهم طاقات المسرح وطاقات، ومثلي أنا يعني مثل الشهادة اللي حكاها، يعني أنا بلاقي حالي إنه بعمر صغير قدرت هاي الطاقة وظفها بمحلات يعني. وفي شباب يمكن طاقاتهم أهم مني، أنا بجيبهم على هذا المكان، وما بظن إني يكون أنا رأس الهرم يعني. ما بحب إني أقود المعهد العالي يعني، لأني هلأ عم قود الستيج آرت. رح نحكي عنه بعد شوي، ولكن قبل بموضوع المسرح كمان، سيدتي بتقولي أنه متلقي المسرح هو الأصدق أو الأكثر صدقاً. ليش متلقي المسرح هو أكثر صدقاً من متلقي السينما أو التلفزيون؟ لأنه أنت على مواجهة مع الجمهور، أنت نعم. الأقرب بمشاعرك وانفعالاتك لهذا الجمهور، يعني عم يشوف عينك، عم يشوف ببو عينك مثل ما بيقولوا. فهو قديش قادر هذا المتلقي ياخذ منك هي ال هي الطاقة وتوصل له تمام كأداء، وتوصل للعمق تبعه لحتى توصل الفكرة، لحتى يطور آلية تفكيره. هذا كتير شيء صعب، ما حدا قادر يعمله غير الفنان المسرحي المنيح، لأنه في فنان مسرحي ما له منيح وما له قادر يوصل صح. فأنا بشوف أنه أكيد العلاقة بين الجمهور المسرحي مع الممثل المسرحي على الخشبة هي كتير. طاقة المكان غير أستاذ زاهي، دائما في طاقة روحية للمكان مثل هذا المكان. هلأ قديش هيك خالق شيء حلو، إن شاء الله طاقة روحية، طاقة مسرحية هيك حاسة الإضاءة هيك الخالق بيصلح يتقدم فيه عرض صغير هلأ يعني. بنقدم هيك مونولوج يا ريت يا ريت يعني هلأ أنا بفكر بهذا المونولوج إنه هو بيتقدم ل للسياسيين او للناس طيب اللي قبل ما نسمعه بتقولي كمان يعني يعني بموضوع الجمهور المسرحي، انه لما بتوقفي على خشبه المسرح بتشوف الجمهور كانه حقل من القمح. هي كلمته للدكتور سامر. نعم. الدكتور سامر وقت اللي كنت انا سنه اولى كان في عندي اكيد خجل كثير. نعم. يعني فانا بتذكر انه هو قال كلمه، قال انتم ما عليكم الا انه انتم توقفوا تمام والجمهور تشوفوه حقل من القمح، ما عاد بتحسوا باللبكه، ما عاد حقل من القمح، حقل من البصل، حقل من اي شيء، بس انتم بس توقفوا تمتلكوا ادواتكم تمام، وما تشوف الجمهور انه هو عم يشوفك، ما تحس فيه انه هو كائن قاعد وعم يتفرج عليك، مش عم تحس باللبكه يعني. نعم. تمام، فشوفوا شغله شيء جميل يعني، شوف كانك انت عم تشوف ورد، كانك عم تشوف هيك غابه يعني قدامك، فتشعر بالاسترخاء. هذا تمرين يفترض يعني. إيه؟ طيب تفضلي هلا، شو اللي بدك تقوليه؟ هلا اللي بدي اقوله في مونولوج لمسرحي اسمه ألكسندر ستروفيسكي من مسرحيه الغابه. نعم. بيقول ممثلون هزليون، لا نحن فنانون اصلاء واشراف، انتم الممثلون الهزليون لا نحن. نحن اذا ما احببنا فاننا نحب بحق، واذا لم نحب فاننا نتشاجر ونتعارك، وإذا ما ساعدنا فإننا نساعد لآخر كوبك من جهدنا. أنتم الممثلون الهزليون لا نحن. من أطعمتم؟ من واسيتم؟ ماذا فعلتم؟ تسلون أنفسكم فقط. الناس يا مواليد التماسيح، دموعكم هي ماء، قلوبكم هي فولاذ جامد، قبلاتكم هي خناجر في الصدر. أهذا حب مقابل الحب؟ هذا لكل الناس يلي ما نو الناس، هذا المونولوج لكل الناس يلي بيعتقدوا انه الممثل هو شغله
هو شيء الممثل كتلة بني آدمين بتشتغل عليها طول حياتك لحتى توصل للحظة بتقول هذا الحكي بهذا السبب. هو شوفي يعني هن كلهم بكونوا يعني خصوصا أنا عم بحكي عن المسؤولين والسياسيين وهالطبقة الحاكمة. هو كتير هادف هذا المونولوج يعني. طبعا واضح يعني واضح. ليش عم أقول أنا السياسيين يعني لما يشوفوا ممثل أو فنان أو كذا مشهور يعني بيحبوا يتصوروا معه بيحبوا يحطوه تحت عبايتهم بالضبط عرفتي. بس لما المسألة تتعلق بحقوقه وقت يقولوا لهذا الحكي أو بحريته وحرية ما يقول مسألة أو وقت بيقولوا لهذا الحكي على خشبة المسرح نفسه هذا الحكي هو بده ينقمع. يعني أنا أفكر إذا أنا مقموع يعني ببساطة. بموضوع التلفزيون أنا بنحكي تلفزيون ومسرح وبعدنا ما وصلنا على السينما هلا بنحكي. بتقولي إنه الشغل بالتلفزيون مضيع للوقت لأني بحس الوقت وقدك تقعد 5-6 ساعات تنتظر لأنك أنت تحكي مشهد يعني مع يعني شو ما كان هو المشهد بس فترة الانتظار باللوكيشن يعني هاي الفترة الطويلة من أنك قاعد هيك وعم تفكر ويلا وهلا بيجي دوري هذا مضيع للوقت. أنا بالنسبة إلي يعني أنا بهذا الوقت 5 ساعات اللي عم بنطر فيه أنا بكون عم بعمل 10 تمارين مع طلاب التمثيل بالمركز. يعني أنا هذا بلاقي الفرق يعني. ويمكن نحن الشباب بتصير معنا أكثر شيء هي الحالات يعني أو الخريج الجديد. نعم. يعني دائما بيتعرض لهي المشاكل الخريج الجديد إنه بكون دوره غامشي أو دوره في أو إنه هو جديد يعني. نعم. لسه على المهنة ما إنه هذا النجم يعني بس النجم يكون في نجم بقى بينحسب له حساب يعني بقصة الوقت إنه لا خلص على الليبرا يعني. بس في ناس تقعد 10 و15 ساعة إنه ليش يعني هون سؤال ليش عم تقعد 10 يعني ليش هذا هي المضيعة للوقت بالوقت اللي أنت فيك. في كتير فنانين بيقروا كتاب كامل يعني بيخلصوا كتاب بقلب اللوكيشن فأنا لهيك بحسه مضيعة للوقت يعني. وفي واحد يعبيه بغير طريقة هي من وجهة نظري الشخصية فقط ما عم بضرب بالدراما السورية استاذ رأيك الحال وأهله مكة أدرى بشعابها. أنا بضرب بالدراما السورية من وجهة نظري أنا كممثلة يعني كشغلي كممثلة بالدراما كونه أنا ما كتير اشتغلت بالدراما. نعم. لهيك أنا مسرح أكتر. بالضبط لهيك أنا بحكي من وجهة نظري. أما اليوم كتير شباب أصدقائنا هنن عم يشتغلوا وإلهم دورهم الكبير يعني بهذا المجال بس أنا عم بحكي رأيي حقي. ما الحال مرقت فترة الدراما السورية فرضت حضورها بال يعني على الشاشات العربية والممثلين السوريين تحول معظمهم لنجوم بكل الوطن العربي. صح. مش بس بسوريا. نغم نعسي رح تابع مع حضرتك ولكن اسمحي لنا نتوقف مع استراحة أخيرة ثم نتابع بيت القصيدة. مشاهدينا الكرام نتابع بيت القصيد مع الممثلة والمسرحية السورية نغم نعسي. نغم صرتي أكثر من مرة ذكرتي مشروعك الحالي اللي بتشتغلي فيه اللي هو ستيج آرت. شو هو؟ إعداد ممثلين تمهيد شباب للدخول المعهد العالي هو فيك تقول هو مدرسة مصغرة عن المعهد العالي. نعم. يعني هو بيشمل كل الاختصاصات. في عنا تمثيل في موسيقى في تصميم وبالإضافة لورشات العمل. يعني أنا لقيت أنه هذا المكان يعني أنا أسسته لهذا المشروع لأنه في أشياء كتير بالمعهد العالي
أنا درست 4 سنين مثلاً ولا مرة وقفت قدام الكاميرا أو ما لا. تعلمت كيف بيوقفوا قدام الكاميرا. يمكن لهيك عندي مشكلة مع الدراما السورية، ما بعرف وقف قدام الكاميرا. فهي الورشات عم تصير كانت مع مخرجين سوريين. ما كنا نحن نعمل ورشات عمل بقلب المعهد. يعني كان في بال 2008 عاصمة الثقافة، كان يجي كتير ورشات من برا مسرحية، أما كدراسة ما كانت موجودة. فأنا عم حاول وظف هاي الدراسة أو الأشياء اللي ما أخذناها بالمعهد العالي بالمدرسة الصغيرة أو الأكاديمية الصغيرة اللي هي ستيج آرت. فهو ستيج آرت مجموعة من الفنون يعني، وبيجمع هدول. في إقبال من الشباب السوري اليوم على الفنون، يعني على صقل الموهبة بورشات التدريب وبالمعاهد؟ بالضبط. هلا نحن إذا بدك صاروا عم يلجأوا أكثر للمعاهد الخاصة للشباب، يعني كونه فرص المعهد العالي هي أقل، يعني إنه ممكن يقدم أول سنة ثاني سنة ما ينقبل، فصار في خيارات تانية. يعني صار في مدارس فنية 4-5 مدارس بقلب الشام لحالها يعني. فأنا بلاقي إنه أكيد هي فرصة للشباب، لأنه اليوم المدرسين نفسهم بالمعهد العالي اللي عم بيكونوا عم بيدرسوا بهي المعاهد الخاصة، فهي التجربة أنت بتقدر تأخذها تمام من هذا المدرس نفسه، بغض النظر إذا قبلت بالمعهد العالي أو لا. يعني ما نو بقى صار المعهد هو حكر ل15 أو 20 واحد، بس بالمقابل نحن كمان في عنا اختبار ومناخد عالم، لأنه في ناس عندهم مشاكل أحيانا بالنطق، يعني في ناس ما بتعرف تحكي لغة عربية يعني بدك تشتغل على تحفيظهم أكثر من أنه هاي، وهي في مشكلة حقيقية صراحة عند الشباب. يعني أنا بتذكر بال 2004 وقت اللي قدمت بهي الطاقة اللي حكيت عنها بالبداية، كنت يعني كنا نشتغل بطريقة نعم فضيحة. ولازم يعرفوا الشباب أنه اللغة العربية يعني شغلة جدا مهمة وأساسية، خصوصا بالضبط لمثل هذا العمل. بالضبط. يعني أنه ما فيكم ممثل واحد إذا ما بتعرف تحكي، ما بتعرف تحكي على الأقل يعني ننطق الحروف صح ومخارج الحروف إلى آخره. حضرتك يعني إلى جانب المسرح اشتغلتي سينما، يعني اشتغلتي بعدة أفلام سينمائية، اشتغلتي مع إناس حقي بمسلسل كان لا بالسينما بدي بالسينما مع الأستاذ محمد عبد العزيز. اشتغلت فيلمين، الرابعة بتوقيت الفردوس وحرائق. تماما. تجربتي السينمائية يعني اشتغلت أفلام قصيرة هيك، تجارب صغيرة مع أصدقائي، بس هذا كان كتير من قبل بال2009 تقريبا، كونه اتجهت للمسرح أكثر. بس بحس السينما هي دافئة هيك حميمية مثل المسرح، فبحب اشتغلها. طيب خلينا نسمع بكلام يوصل المخرج السوري الأستاذ محمد عبد العزيز شبون على حضرتك. نغم من الناس اللي انت بس تكون قريب منه بتحس انك بتعرفها من كتير زمان، عندها روح سورية كتير أصيلة، حدا لها علاقة صادقة ونزيهة مع أسئلتها الجوهرية بهذا المجال، بتشتغل كتير من روحها بشغف كتير كبير. بتجربة الأولى اللي نحن عملناها كان عندها بحث كتير عميق، وراحت باتجاهات كتير بعيدة لحتى هي تبني تاريخ للشخصية وماضي ومفردات بشكل كتير جدي ورزين الحقيقة. قدام الكاميرا فهي ما عندها أي تطلبات، باستثناء أنه التركيز التام بشغلها وبأبعاد شخصيتها بالدراما بالتكوين، فهي شريكة مثالية الحقيقة بأي فيلم سينما ممكن أي مخرج ممكن يتعاون معه. للأسف بجوز هي اليوم أنا جزء ما عليها سبوت واضح، خليني أقول بالوسط الفني، لكن نغم من الصبايا النادرين بهذا البلد، اشتباك حقيقي مع الأسئلة الجوهرية بهذا المجال، ندرتها نابعة من صدقة مع هذا مع مجالة اللي هي عادة بتخوض فيه. كان عندها تجربة كتير مهمة ب 2012-13 بظن، هي ومضة موسيقى شارع، كان مفاجئ جدا بهاي الفترة اللي كانت البلد بنزيف تام، عملت حالة كتير مهمة بالشارع السوري، وكان صادم الحقيقة.
بتعرفوا العمليات الحربية بهذا الوقت كان تقريبا بزروتها، وقدرت هي مع فريق عمل موسيقي يعملوا حالة كتير مهمة بالشارع السوري الدمشقي. نغم، أنا حابب أعرف منك ديش لسه عندك رغبة أنك تتابعي بهذا المجال قدام هذا الاستعصاء بالمشهد الثقافي والفني، الثقافي العام والفني والدرامي أكيد بسوريا. شكرا للأستاذ محمد عبد العزيز المخرج السوري اللي اشتغلت معه حضرتك مثل ما قلنا فيلمين، الرابعة بتوقيت الفردوس وحرائق. تفضلي الجواب عندك. أول شكرا كثير للأستاذ محمد، كمان هو صديق ومعلم يعني. بالتجربة معه بالتجربة السينمائية أنا كثير استفدت بشغلة، إنه الأستاذ محمد كتير عنده بحث بأدق التفاصيل، والممثل هو شغلته البحث عن المعنى دائما. وهي التجربة يمكن لأنه كانت استثنائية معه وكانت جوهرية بالنسبة لإلي يعني، بمرحلة ما حسيت قديش عطتني يعني كسينما، وحسيت قديش هي الحالة، هي حالة البحث، هي فعلا ثقافة بحد ذاتها، وهو كرس لهي الثقافة. هلا ما بعرف بدي جاوب على، أنا بحب أكيد إذا بدي جاوب على سؤاله، إذا بدي كرس المشهد الثقافي أنا بكرسه بالعمل مع أشخاص بالسينما مثل الأستاذ محمد عبد العزيز. يعني إنا شغلتي معه فيلمين بس واحد منهم اللي هو حرائق دورك كله. إيه لغة يعني، في خطوط أحياناً في عنده ظروف بتكون معينة، ففي هذا الخط ما ناسب يمكن مع الشيء اللي عم يشتغل. بس كممثلي لما تكون عملت جهد وأديتي دور معين أو شخصية ثم الشخصية ما تظهر بال يعني أكيد تتلايا بمحلات، بس بالنهاية هذا فيلم في مجموعة من الممثلين، في ناس كتير. أوكي هذا الجهد قدمته وحسيت فيه واشتغلت وعطيت طاقتي للأخير، بس يعني أكيد تضايقت إنه ما طلع، بس بالنهاية مثل ما قلت لك هو فيلم يعني جامع كتير عالم، يعني ما رح كون أنا لحالي لأنه الخط كله التغى، ففي مجموعة من الممثلين كمان التغى خطه، ما أنه قصدي يعني. شو أبرز الأعمال اللي قدمتيها حضرتك وهيك بتعتزي فيها سواء بالمسرح أو بغير المسرح؟ أنا اشتغلت بال 2009 مسرحية مع مخرج عراقي بوجه له تحية كمان، الأستاذ مهند الهادي. مسرحية كام جائزة عليها؟ أخذنا جائزة بالجزائر. وكان يعني قدمنا بالجزائر وقدمنا باللبنان وبالأردن. كمان يعني أنا أي تجربة شوف، لأنه التجارب قليلة أستاذ زاهي، كل تجربة منهم عملت لي نقلة نوعية بحياتي. يمكن لهيك قويت أنا وتجرأت أني أنا أفتح مدرسة فنية بهذا العمر. كمان لك تجربة مع المغربية لطيفة أحرار بلبنان، قراءات مسرحية. هي مكان التقرير، محل ما صورنا بالزيكو هاوس بهذا المكان الدافئ يعني، كمان كان في مجموعة، قديش المسرح كمان بيلم مجموعة مسرحيين من الوطن العربي، بتتعرف عليهم، بتتعرف على تجاربهم، قديش مهم هذا الشيء. فكان أنا إلي فرصة أني أنا أتعرف عليهم بال2009 واشتغل معهم قراءات مسرحية بالمغربي باللهجة المغربية. في ببالك يعني هيك عمل ما، شخصية ما بتحب تأديها، مسرحية ما، نص مسرحي عندك رغبة بتحويله إلى عرض؟ يعني هلا حاليا أنا يعني عم بشتغل بالمركز عندي على عروض، هي عروض مكتوبة من قبل الشباب، يعني عم نعمل ورشات سيناريو. أو هي رح تكون بالمرحلة القادمة يعني ورشات سيناريو، وأنا رح أشتغل على إخراجها لهي العروض، بس هي رح تكون كتابة شباب يعني. أنا بحب دائما ما استند على نص، أما أنا إذا بتجي علي شو بحب أشتغل شخصية، في كتير شخصيات يعني اليوم بحب أني أديها كنغم، يعني شخصيات ما بقدر أذكر لك ياهم لأنهم كتير كتار وأنا قليل شغلي يعني. مين الممثل المسرح اليوم اللي تطلع من البيت لتروحي تحضري له عرض؟ يعني إذا عرفتي أنه في عرض مسرح الليلة لفلان أو فلاني، مين؟
يعني هلا فيني اقول لك انا بسوريا بالمرحله اللي كان فيها حرب كان في شاب سوري هو صديقي كثير اسمه مجد فضه. نعم. مجد قدم عروض على يعني مسرحيه، قدم 3 عروض، كنت انا اكيد استنى مو لانه صديقي، لانه في نتيجه بالنهايه، نتيجه وفي هدف واضح. طبعا بالمقابل في شباب كثير اشتغلوا يعني نفس التجارب، والشباب الفتره اللي اشتغلوا فيها استاذ زاهي أنا عجبني انحيازك للشباب وتكرار يعني هذا الأمر، وبالفعل يعني هو الشباب اللي بقيوا خصوصا اللي بقيوا بسوريا بزمن الحرب يعني 7-8 سنوات، وطاقة الشباب يعني اليوم أكيد عندهم مقاربات ورؤى مختلفة جداً. وهن عم يعاصروا أي شيء عم بيصير يعني سواء برا، فأنت عم تحضر دائما أشياء هي قريبة للروحك، وبنفس الوقت هي عم تعطيك نتيجة وعم تخليك تبحث دائما بأنه بالمعنى مثل ما حكينا. نعم. يعني كامرأة كممثلة مع التاء المربوطة بالآخر صورة المرأة بالدراما السورية أو بالمسرح السوري أو بالمشهد التمثيلي السوري كيف تشوفيها؟ بلا المرأة ما بصير شيء. نعم. بلا المرأة ما بيصير أي شيء بالحياة، فما بالك بالأشياء الفنية. نعم. يعني أنا اليوم بشوفها يعني أكثر تحرر صراحة بفكر المسرح صراحة، بس من التجارب الفردية اللي صارت في نساء كتير قدموا اليوم شغل بالمسرح. نعم. مثلا يعني مثلا منهم لطيفة أحرار هلا ذكرنا. نعم. كتير قدمت، أنا حضرت لها عروض كتير. نعم. وأنا كمان لطيفة. شايف العروض وأنا بشوف صديقة عزيزة وجه لها تحية كمان يعني ففي هي التجارب الفردية قديش هي كمان عم تغني او عم تطلع صورة المرأة المسرحية تحديدا يعني. نعم. فبالمقابل هي عم تغني فكر المرأة وتطلعاتها مثل ما بيقولوا. نعم. نغم ناعسي شرفت بيت القصيد، اهلا وسهلا. يعني قبل ما اختم اذا حابه يعني كلمه لسوريا مثلا. لسوريا انا بدي اقول شيء لسوريا. في قصيدة كاتبها مقاتل سوري. نعم. وهو شاعر يعني اسمه عمار ونوس. نعم. مقاتل جندي يعني جندي سوري وهو. نعم. بيكتب شعر محكي يعني. نعم. بيقول صار لصانك يا وطن يا خسارة شحادك، أما اللي باعك بالرخص غافي على فخادك. يا وطن شو الموضوع؟ أم الشهيد تجوع، بي الجريح من العطش يشرب سوائي دموع. يوم اللي حفيت دعستك ما كانوا سجادك؟ أو ما كنا سجادك؟ صار لصانك يا وطن يشحد على جروحه، وهو اللي راهن دنيته ونادر إلك روحه. حلفتك برب البشر، باللي بكي باللي انقهر، باللي خسر غالي وصبر، باللي ترك بيته غصب، باللي ترك بيته سفر. لو يوم الله ما انتبه لا تهمل أولادك. عمار ونوس. تحية لعمار ونوس ولكل تحية الشباب السوري. أستاذ زاهي على الاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا. هي كمان يعني هي كمان عم تغنى المرأة العربية هيك بوجودها معك كمان كشاعر وجودك. فعلا نص مؤلم اللي قلتيه، وللأسف دائما بالحروب في ناس بتستشهد وفي ناس بتستثمر. بالضبط. للأسف هذا. وهي كمقاتل عمار كمان عم يستثمر، وأنا من موقعي كمان عم بستثمر شغلي، هذا اللي كنا عم نحكي عليه يعني خلال الحلقة صراحة. كل حدا من موقعه هو بيدافع عن بلده. أهلا وسهلا فيك، شرفتي. أهلا وسهلا فيك. شكرا لفريق العمل، لمخرج هذه الحلقة الأستاذ حسن راضي، لمنتجة البرنامج السيدة غادة صالح، والشكر الأكبر دائما لمشاهدينا في كل أنحاء العالم. نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله.